ولنقاش آخر تطورات حول الانفجار الذي شهدته البصرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الناشط المدني سمير رحيم المالكي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. الانفجار الذي شهدته البصرة صباح اليوم وفقا لشهود عيان وقع بواسطة دراجة بخارية مفخخة، ما هي آخر تطورات المشهد الأمني في البصرة؟ أولا نعزي عوائل الشهداء بهذا المصاب والشفاء العاجل للجرحى. طبعا على لسان محافظ البصرة أن الدراجة كانت مفخخة وانفجرت بالقرب من أحد المطاعم اللي هو اسمه مطعم جنوة. طبعا الشارع البصري عنده تساؤلات عن هذا الحادث، رغم أن لدينا استخبارات نثق بها، نوع المواد اللي استخدمت، من أين دخلت، كيف تم دخولها إذا كانت من خارج البصرة، هاي التساؤلات الآن الشارع البصري يطرحها. ونتمنى من حكومتنا المحلية وشرطتنا واستخباراتنا ترد على هذا الهاجس من المواطنين. طبعا الانفجار صار وخلال 5 دقائق أو 10 دقائق الحياة طبيعية بالبصرة، يعني البصرة ما خايفين من هذا الإرهاب اللي حصل وأدى للأسف إلى زهق أرواح مصريين. يعز علينا هذا الحدث الأليم. هل أسفرت التحقيقات الأولية عن معرفة الفاعل أو إعلان أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية؟ والله لحد الآن أنا بنفسي رحت الحادث وشفت الحادث وصورت الحادث ووجدت القوات الأمنية بكافة صنوفها موجودة، وما أعتقد تطلع بين ساعة أو ساعتين، أكيد أكيد يراد لها وقت حتى يتحققون يشوفون هاي المواد الانفجارية اللي استخدمت نوع منين، من يا بلد اجت، من يشوفون. طبعا احنا من مكانكم هذا اناشد محافظ البصرة والبصريين وليس انا فقط، الكاميرات من قبل 2014 ارادت النصب بالبصرة، ما المانع؟ منو اللي منحها؟ منو الجهة المستفيدة لعدم نصب هذه الكاميرات في محافظة البصرة؟ اليوم البصريين وقبل ساعة من الآن نزلوا هاشتاج أين الكاميرات يا محافظتنا؟ من الجهة المستفيدة على عدم نصب هذه الكاميرات؟ سيد سمير، باعتباركم تتواجدون في المحافظة، ما طبيعة هذا المكان الذي حدث فيه الانفجار؟ وهل توجد فيه سيطرات أمنية أو تواجد أمني باعتباره أيضا قريب من مستشفى الجمهوري؟ هو يبعد عن المستشفى شارعين سايدين تقريبا 50 متر، يبعد على أحد أفرع المستشفى. ماكو شيء حيوي، يعني هي مجرد مطعم، هو مطعم سياحي، يعني ما يم أي لا سيطرة عسكرية. هل هناك سيطرة أمنية قريبة على هالمكان الانفجار؟ ماكو نهائيا، ماكو نهائيا. هو للصعود لأحد الجسور المعلقة، ماكو أي سيطرة هناك وماكو أي تواجد عسكري، مجرد ناس مدنيين. لا أقصد أنه كيف وصلت هذه الدراجة إلى مكان الحادث، هذا ما قصدته. أكيد الدراجة هي ما بيها أرقام، وإحنا دائما نعلن ونصيح يا مرور يا حكومة، الدراجات الموجودة حاليا بالبصرة انتبهوا لها، ما بيها أوراق الزموها، شو نسوي؟ صوتنا بح على هذا الشيء، وأكيد هي داخلة بلا أوراق. إلى أي مدى تظن أن الانفجار قد يكون متعلقا بالتهديدات التي تلوح بها الميليشيات أو الكتل الخاسرة في الانتخابات في ظل هذه الصراعات السياسية الحالية قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات وتشكيل البرلمان والحكومة؟ بصراحة ما نريد نستبق الأحداث وما نريد نقول جهة ما فعلت هذا، يعني احتمال هناك اشخاص يلعبون باوراق محترقه، احتمال عمل ارهابي، احنا عندنا حكومه او عندنا استخبارات ونثق بهاي الاستخبارات، وباذن الله راح تجري التحقيقات، يعني ما معقوله ما يعرفون الجهه، لا بالعكس، عندنا استخبارات قويه وقادره على كشف المصدر وكشف التفجيرات ومن اين جاءت، ونحن ننتظر التحقيقات باذن الله.
شكرا جزيلا لكم الناشط المدني سمير رحيم المالكي، حدثنا عبر الهاتف من البصرة.